يمكن ده انا من الناس القليله اللي ما تعرفش تكتب مقدمه الفيديو 4 اصفار، لان احنا ما عندناش مقدمه فيديو اساسا. احنا جايين هنا بنتكلم على الموضوع، على نخش في الموضوع على طول. هنتكلم على ماتش باريس سان جيرمان وليه، ومبدئيا كده احنا جايين نشجع باريس سان جيرمان ليه؟ مش عشان اشرف حكيمي وميسي، حكيمي اتطرد الماتش اللي فات والنهارده مش موجود، انما ميسي موجود فخلاص احنا حاضرين. انما وجود امبابي ونيمار مع باريس سان جيرمان بيخلينا نيجي نتفرج على باريس، كانوا موجودين من سنين وما كناش بنعبر باريس ولا كنا بيبقى عندنا اي حاجه شدانا الماتش باريس سان جيرمان وليه. رغم ان الكلام ده بيتقال في فرنسا ان هو ماتشات ديربي، ماتشات ديربي زي مارسيليا وباريس سان جيرمان الماتش اللي فات، والنهارده ليل وباريس سان جيرمان مباراه الصقر. كل الكلام ده يحس بيه اللعيبه الموجودين في باريس سان جيرمان من فتره، اللي هو نيمار، امبابي لو موجود في الملعب، واحد زي انخيل دي ماريا، اللعيبه اللي هي عايشه في الاجواء بقى لها فتره. انما ميسي مش عايش الاجواء بتاع الدوري الفرنسي، فميسي بيواجه مشاكل في الدوري الفرنسي، وهي اتهام الصحافه الفرنسيه ليه ان خلاص نفس الصبر بتاعنا، انت متخاذل صح؟ انت متخاذل. الكلام اللي كانوا بيقولوا اي حد من جمهور ريال مدريد بعد خساره برشلونه لميسي، انت متخاذل. دلوقتي الاعلام الفرنسي بقى بيقول لميسي، بقى بيقول انه احنا خلاص يعني ميسي لعب 4 ماتشات معانا ما اضافش الاضافه اللي احنا كنا مستنيينها لباريس سان جيرمان، ميسي ما سجلش، ميسي ما صنعش، ميسي ما عملش، ميسي مش مؤثر مع باريس سان جيرمان في الدوري. ودي حاجه حقيقيه، بما ان انا جاي اشجع باريس سان جيرمان عشان خاطر ميسي ومحب ميسي، ميسي مش مستمتع في الدوري الفرنسي، ميسي ما عندوش شغف ان هو يسجل اهداف او يعمل اسيست في الدوري الفرنسي، ميسي بيتمشى في الملعب النهارده وهو بيسنطر، يعني داخل فيهم جون ميسي بيسنطر هو وانخيل دي ماريا، ميسي بيتمشى في الملعب، ميسي خلاص يعني احنا الماتش ده يخلص امتى عشان خاطر ان انا اروح نلعب دوري ابطال قدام ليزبيك. ميسي رايح باريس سان جيرمان عشان ياخد دوري ابطال، مش رايح عشان يلعب دوري فرنسي. والواحد اتكلم في الموضوع ده بموضوع تهريج وسخريه، بس لا، دي واضح ان هي الحقيقه. ميسي جاي هنا عشان خاطر دوري ابطال اوروبا، مش خاطر الدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي ده تركز انتوا مع بعض كاعلام فرنسي وكلاعيبه عايشه هنا بقى لها فتره طويله وحاسه بالجو بتاع الماتشات بتاع الديربي دي، انما انا لسه الموضوع غريب وجديد عليا. بوتشيتينو وتغيرته لميسي الموضوع مختلف عن ماتش ليون. ماتش ليون ميسي كان كويس جدا الشوط الاول، انما النهارده الفرقه كلها كانت سيئه جدا الشوط الاول. الشوط الاول اول دقيقتين لعيبه ليل كانت هتسجل، لولا تألق دوناروما. دوناروما برضو اللي محدش عارف هو نافاس بيلعب الدوري ودوناروما بيلعب دوري ابطال، ولا دوناروما بيلعب الدوري وبيلعب دوري ابطال، ولا نافاس هيلعب امتى، ولا الدنيا بالنسبه لباريس سان جيرمان في مركز حراسه المرمى رايحه ازاي. بس عادي الموضوع ما بيهمناش وبنعديه. نص ملعب باريس سان جيرمان الشوط الاول رينالدو سانشيز كان مقطعهم ومفيش حد فيهم عارف يسد قدامه، لا دانييلو بريرا ولا دي لسه جاي ولا جيني فينالدوم اللي برضه رايح مخلص ومشطب من ليفربول. فالشوط الاول كان في مشاكل مجمعه كتيره جدا، ده غير الاثنين باكات يعني، غير كيرير اللي بيلعب مكان اشرف حكيمي والناحيه الثانيه خوان برنات، يعني انت عندك مشاكل في كل حته في الملعب. اول تغيير ليك ميسي وايكاردي، ايكاردي ينزل عشان خاطر خلاص سترايكر صريح، بسترايكر مفترض ان هو كان صريح، مع اننا ما شفناش باريس خالص الشوط الاول عشان نحكم ميسي كان سترايكر ولا مش سترايكر. هتقول لي لا ممكن ميسي كان خلص فاولات، اقول لك في فاول جه ميسي في اخر دقيقتين في الشوط الاول، ميسي لعب بطريقه سيئه جدا، اللي هو ميسي بيتمشى، ميسي ما عندوش شغف، حتى الفاولات ميسي مش ما بيسجلهاش يبقى لازم اطلعه. فبصراحه انا النهارده كنت مقتنع ان بوتشيني كان عنده حق، يعني البوتش غير ميسي ونزل مارو كاردي. الشوط الثاني باريس سان جيرمان، هل تغير الاداء بسبب تغييرات بوتشيتينو ان هو غير كارير وكمان راح مغير خوان برنات؟ مش قوي، لان الهدف الاول جه عن طريق زياده من ماركينوس في لعبه متحركه مش لعبه ثابته، يعني لعبه متحركه الكره من رجل لرجل وبتتنقل، المساك ساب المركز بتاعه وقرر ان هو يطلع يعمل ادوار هجوميه مش بتاعته، فانخيل دي ماريا لعب له كروس يجي مسجل هدف التعادل. هل البوتش ليه دخل بكل الهري ده؟ ما اعتقدش بصراحه. الهدف الثاني نيمار عملها اسيست، يعني اسيست لانخيل دي ماريا، بيقول له شوط، انخيل دي ماريا شوط قدر ان هو يسجل هدف تاني. هل بوتشينو لحد دلوقتي قادر ان هو يعمل فرقه كويسه في باريس سان جيرمان تقول عليها ان في فرقه في باريس سان جيرمان؟ الموضوع لسه فرديات زي ايام توماس توخيل، وما اعتقدش ان بعد اضافه ميسي وسيرجيو راموس ودوناروما وفينالدوم ان انت هتعرف تعمل فريق اصلا، لان سكوادك بيقول ان انت صعب انك تعمل فريق الا لو كنت مدير فني كبير جدا. وبوتشينو برغم حبي الكبير ليه مش مدير فني كبير جدا عشان خاطر يقنع النجوم دي وعشان خاطر ان هو يجيب حماس للاعب زي ميسي في الدوري الفرنسي. هي دي المشكله، انك عندك مدير فني اقل بكتير من الاسماء اللي بيدربها وعندك لعيبه بيلعبوا بمزاجهم. انت شايف المشكله فين؟ فهمت الازمه بتاع باريس سان جيرمان كلها رايحه فين؟ الاداء اللي انت كنت متوقعه لباريس سان جيرمان بالنجوم الكتيره اللي هي موجوده في يعني اللعيبه دي لو موجوده مع اي حد التيمت تيم كان كسر الدنيا، لو موجوده مع اي حد مايكل روب او اي حاجه فيها لعب في بيس الموضوع كان اختلف، انما جوه الملعب مع باريس سان جيرمان تكوين فريق من اللعيبه المتاحه حاليا في باريس سان جيرمان هو امر مستحيل.
اتحداك، ولو عرفت ان انت تعمل تشكيله لباريس سان جيرمان قول لي هنا في نهايه الفيديو تدي التشكيله بتاعتي، ودول هستمر بيهم، ودول الاربع خمس لعيبه اللي انا هغير فيهم في التشكيله كل مباراه. لو عجبك الفيديو ما تنساش اهم حاجه زي ما قلت لك تحط لي التشكيله بتاع باريس سان جيرمان في وجهه نظرك انت كمشجع شايف ان بوتشيتينو المشكله فيه، المشكله في السكواد ده، المشكله السكواد ده صعب جدا انك تعمل بيه فريق مهما كنت مدير فني كبير، فالموضوع محتاج مدير فني عنده مواصفات خاصه. وريني انت سكوادك هيبقى عامل ازاي في الكومنتات، ده لو انت عايز تكتب كومنتات اساسا بعد ما تعمل لايك او تعمل سبسكرايب، ده لو الفيديو عجبك اصلا.